نيجي نتكلم عن المرأة الريفية، لازم نعرف يعني ايه، يعني الخير والانتاج والتضحية ومساندتها للرجل في اعمال الزراعة اللي بخليها بالها من الارض ومن الزرع ومن الولد. اخبارك ايه؟ ازيك يا حاجة؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ سميرة كام؟ يا حاجة سميرة. نعم. موضوع الفراولة ده، انا سمعت ان انتوا اول ناس تنجح هنا في زراعة الفراولة. لا والله، مية مية الحمد لله. ايه اللي نجحكم في زراعة الفراولة؟ وبعدين كنتوا مصممين تزرعوا فراولة ليه؟ زرعنا ما جربنا بقى المواد بتاعها وذود خدنا عليها وبقت مية مية والله الحمد لله. هي الفراولة صعبة في زراعتها؟ في الأول بس تعب شوية، لكن بعد كده الحمد لله ربنا بيكرمنا وبتبقى مية مية الحمد لله. بتحتاج بقى ان انتوا تشدوا اكياس وتعملوا شبكة ري بالتنقيط. وزرعين توم فيها ليه؟ زرعين توم عشان بيحوش عنها مرض برضو النباتودة. بيجيلهاش نباتودة؟ بيحوش عنها المرض النباتودة. لما قالوا لك هنزرع فراولة هنا والمية مالحة كده، كنت مصدق ان هي هتنجح؟ لا المياه المالحة ما بتنفعش. لما شفتيهم جابوا تكنولوجيا الدلتا ووتر، معالج الماء المغناطيسي، صدقت ان الجهاز ده او الماسوره دي هتحل المشكله دي، ولا في الاول قلت لهم انتوا بتضيعوا وقتكم؟ لا، انا من ساعه ما سمعنا الموال ده وهي بقت 100 100 الفراوله. قبل لما تركبيه هنا كنت مصدقه ان هو هينجح؟ كانوا بيقولوا انه هينجح وناس يقولوا انه مش هينجح، بس لما الناس جربت الحمد لله بقى 100 100 100 100. الحمد لله. ايه رايك في الفراوله السنه دي؟ الموسم عامل ايه والانتاج اخباره ايه بقى؟ حلاوه وفراوله صح و100 100 فراوله صح و100 100. وريها لهم كده في الكاميرا دي الفراوله اللي احنا صح. اللهم صل على النبي. حاجه 100 100 100 100 والله العظيم، وربنا كرمنا والحمد لله. الحاجه سميره بتقول لكم ربنا كرمنا والحمد لله. والله الحمد لله، نعمه من عند الله. نعمه من عند الله. 100 100 الحمد لله، والبركه في ربنا وفيكم. احنا الحمد لله يعني كاعلام بنحاول ننشر العلم، بنشوف النماذج الناجحه، نحاول نوصل للفلاح ازاي يتغلب على مشاكله. الله يبارك لكم، انتوا بتعملوا خير والله. بتتفرج على التلفزيون؟ بتفرج والله. بتشوف قناه مصر الزراعيه ولا لا؟ بشوف. ايه رايك فيه؟ الساعه 5 100 100 والله. الساعه 5 انت عارف البرنامج كمان الساعه كام؟ بتفرج ده، انا مخصوص لازم انا افتح التلفزيون واتفرج عليه الساعه 5 والله. 100 100 والله الحمد لله. تقولي ايه بقى الفلاحين اللي بيشوفوه النهارده بعد ما شفتي النتائج اللي حصلت واحنا بنستخدم الجهاز بتاع دلتا ووتر؟ لا 100 100 الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، الله يديكم الصح. حاجه 100 100 والله الحمد لله.